أعزائي المشاهدين متابعي تليجراف مصر في كل مكان، بنجدد ترحابنا بحضراتكم وما زلنا مع حضراتكم في تغطية حية ومستمرة من هنا من أمام مستشفى الجوي التخصصي. بننقل لحضراتكم يعني لحظة خروج جثمان اللاعب أحمد رفعت بعد صراع مع المرض. وفاته المنية صباح اليوم. طبعا كانت في البداية أعلن نادي مودرن سبورت وفاة لاعبه أحمد رفعت على أثر تدهور حالته الصحية، يتم نقله على الفور إلى المستشفى. الكلام ده كان النهاردة الصبح قبل أن يتوفاه الله. طبعا كتب النادي مودرن فيوتشر في تصريح رسمي عبر صفحته الرسمية فيسبوك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. وأضاف: ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره. يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أسره إلى المستشفى ليتوفاه الله بعد رحلة شقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت لي يوم 11 مارس 2024 بقلوب يعتصرها الحزن. لا نملك إلا الرضا بقدر الله. يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، والهمنا جميعا الصبر والسلوان. تمام، خليني أكلمكم عن اللي حصل لأحمد رفعت. ماذا حدث؟ أحمد رفعت تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري في شهر مارس الماضي. في خلال شهر رمضان تم نقله على أثرها على الفور إلى المستشفى وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية. بعد كده قرر مغادرته للمستشفى شهر إبريل الماضي بعد أن استقرار حالته الطبية لازل تحت الملاحظة لكن في منزله إلى حتى الأيام الماضية، حيث ظهر في لقاء تلفزيوني كان الأول منذ وعكته الصحية. طبعا يعني كان معروف عنه بالسيرة الطيبة، كان محبوب في وسط زملائه. طبعا كان خبر وفاته فجعة كبيرة لكل الناس في مصر والوطن العربي. أحمد رفعت غادر الحياة بعد 16 يوم من عيد ميلاده. بدأت أزمته الصحية يوم 11 مارس. دي شوية معلومات هنقولها لحضراتكم عن التفاصيل في الأيام الأخيرة للاعب أحمد رفعت. بدأت أزمته الصحية يوم 11 مارس في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري. سقط وقع في الماتش ده ما بين الاتحاد السكندري ونادي فيوتشر، كان وقع في ملعب المباراة بسبب توقف عضلة القلب. قعد في الغيبوبة 10 أيام واحتفل بيوم مولده في 20 يوليو وأتم 31 سنة. طبعا تدهور حالته الصحية النهاردة صباح اليوم وتوفى على أثر هذه الوعكة. طبعا معاه العديد من لاعبين الكرة، كان في المستشفى العديد والعديد من لاعبي كرة القدم، كان طبعا على رأسهم كهربا. ونقلنا لحضراتكم يعني لحظة خروج لاعبة كرة القدم وهم خارجين في المستشفى اللايف السابق. طبعا الدكتور كمال شعبان طلع واتكلم عن الوعكة الصحية وقال ان الضغوط يتعرض لما لاعب ريعان الشباب يتعرض لضغوط عصبية وهموم كبيرة. طبعا يسقط في الملعب بسبب جلطة حادة في الشريان التاج، يتم انعاشه فيما يشبه المعجزة بعد اكثر من ساعة من توقف الجلطة، ثم بعدها يوضع على جهاز التنفس الصناعي والغسيل الكلوي بعد فشل كلوي حاد وهو شبه فاقد الوعي، ثم يعود للحياة مرة تانية ويفصل من الأجهزة ويتم فتح الشريان التاجي المسدود بالبالون وتركيب دعامة ويغادر المستشفى في كامل وعي ولياقته ويطل على الناس وهو فايق جدا مع فايق. ولخص قصته وقال: بص، هي القصة كلها ان قلبي وقف وده وارد انه يحصل في اي وقت، واكتر حد معرض انه يحصل له كده هو انا لاني يدوب لسه قايم من الموضوع ده. فالموضوع مقلق يعني انك تبقى قاعد مش عارف ايه يمكن يحصل لك، هتكمل ولا مش هتكمل، في الاخر كلنا هيحصل لنا كده. ثم في غضون اسبوعين تحدث انتكاسة غالبا جلطة اخرى واختلال كهربي حاد وتوقف للقلب وتصعد الروح الى بارئها. يا رب تقبله شهيدا. ليست دارنا ولا ديارنا،
وكلنا ضيوف وعابروا سبيل في هذا الكوكب في رحلة قصيرة مدتها محدودة بالأجل الذي هو في علم الله، ثم نرحل. العمر أقصر مما تتخيل، لا تضيعوا في الحقد والحسد والصراع على أشياء الدنيا غير المهمة. ملحوظة، كل أشياء الدنيا غير مهمة. الحزن والزعل بيعمل جلطات وبيأثر العمر، علشان كده دايما أقول لكم ما تزعلوش. ده كلام الدكتور جمال شعبان وهو بيتكلم عن وفاة اللاعب أحمد رفعت. خليني أتكلم مع حضراتكم عن أحمد رفعت وبعض المعلومات الشخصية عنه. طبعا اخر تواجد الراحل احمد رفعت صانع العاب نادي مودرن سبورت في مران الفريق يوم 24 يوليو الماضي قبل مواجهه نادي الجونه في منافسات الجوله 28 بالدوري التي تجمع الفريق باستاد خالد بشاره. ده كان اخر تواجد للاعب احمد رفعت. يعني كنا مع حضراتكم في تغطية حية ومستمرة من هنا من امام مستشفى الجوي التخصصي، بننقل لحضراتكم لحظة خروج جثمان لاعب احمد رفعت. بنشكر حضراتكم جدا، والى اللقاء في لايف اخر. سيكون مراسل محافظة كفر الشيخ هو لاعب احمد رفعت، تم تشييع جثمانه الى مسقط رأسه كفر الشيخ، وسنكون مع حضراتكم لحظة بلحظة، والزميل هيكون مع حضراتكم في تغطية مستمرة من هناك. بنشكر حضراتكم جدا.